فاعرف حلال الله وحرامه، اعرف حلال الله وحرامه. فالعلم أولا ثم المجاهدة، يعينك على المجاهدة أن تقرأ سير المجاهدين من الأمور المجاهدة، مجاهدة النفس يعني، الذي حض الله عليه بقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وحض عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مجاهدة النفس مما ينهض المرء المجاهدة أن يصحب سير المجاهد، الناس اللي هم أهل الرقي مع الله، اللي أدركوا أن حياتهم أبدان وأرواح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، البدن له رياضته والروح لها رياضتها، فروض الروح بجانب رياضة البدن، فاستفاد كل برياضته. البدن لما يتريض ذي يتمرنوا يترقاوا كذا ويكون عنده لياقة، وما شاء الله قبل يومين ثلاثة أيام أحد الإخوة راسل رسالة فيديو كذا عن قبيلة إندونيسية تسكن في الماء، تسكن كذا بيوتهم في الماء، بيوتهم على الماء في إندونيسيا، ريضوا أنفسهم وأنفاسهم حتى أصبحوا كل واحد منهم يدخل الماء يستطيع أن يعوم ويبقى في الماء ربع ساعة ثم يخرج. يقول يعلموهم كيف يسبحون في الماء قبل أن يعلموهم كيف يمشوا على اليابسة، فأصبحت رئتهم متريضة على هذا. فالأبدان متى ما ريضت ارتضت، كذلك الأرواح لها رياضتها، فإن روضت ارتضت، وتترقى على قدر تهذبها ونقائها وصفائها إلى أن تعرج. أنا أبشرك أن ليس لأهل الاستقامة ليس لهم الجنة فقط، الجنة في الآخرة، أما في الدنيا فلهم عجائب وغرائب قد تكذب لولا أني حدثك الرائي والمشاهد. إحنا كنا نقرأهم بكتب السير والنهضة والتحفة، ولا المشاهد يقولك أنا شاهد، أنا شفت، أنا كذب. يعني مثلا يعني لما كنت مرة أتحدث عن رجل توفي في البحر، كانوا في رحلة إلى زنجبار فتوفي فأنزلوه في الماء كعادتي وسنة أهل البحر، إذا مات ميتهم أثقلوه شير بطون نزلوه. كنا نحكي هذه القصة ونقول من أدركها، من ربما ما أدركها، ولا اللي عايشها، ولا صاحب القصة اللي أنزل الميت في البحر هذا موجود. إيش اللي حصل؟ لما وصلوا زنجبار بعد كذا يوم أو أقل أو أكثر إذا بجثة هذا الذي ربطوا وأثقلوا نزلوا البحر، جاءت إلى ساحل زنجبار ما فيها شيء أبدا كأن نايم، فأخذوه ودفنوه، ما أكلته الأسماك، ما آذته، ما تغير منه شيء. هذه أبدان حفظها الله، حفظت الله فحفظها الله.